و كريم، كريم بتكتب ازاي؟ معلش بس هما اصلا معرفين الكوفين مسلمين ماشي، طبعا رجعنا بعد ما المشكلة اللي حصلت يعني، بس كان فيه بس غلط بسيط يعني، هو معرفش ان النهاردة مالي حاجة غريبة يعني. يب نكمل كده، ننزل وبعدين نكتب 4
مثلا اس ان في ماشي، نقطتين فوق بعض، برنت برنت اس، هنعمل ران ماشي. طلع لنا طبعا كل اللي احنا كتبناه طبعا خلف الكواليس. عملنا كريم موظف ماشي، يعني موظف قول مثلا خبرة 5 سنين. ادم كان مثلا مدير فادنا له 8900 جنيه. منى كانت لسه جاية مثلا سنتين ولا سنة ف 4000 جنيه. احمد متدرب فادينا له ولا حاجة، متدرب يعني مثلا احنا مثلا افرض شركة ادوية وهو في صيدلة ولسه في كلية صيدلة، هو بياخد فترة تدريب عشان يطلع لما يجي يشتغل وكده. ف مع السلامة.